شدد الرئيس السيسي على أن دحر الإرهاب كان ثمنه كبيرا جدا. كما ثمن أيضا الرئيس السيسي خلال الاحتفال بعيد الشرطة 70 تضحيات من قدموا أرواحهم وأصيبوا من كل أبناء الوطن في معركة القضاء على الإرهاب. احنا مش هننسى أبدا أبدا اللي انتم عملتوه وقدمتوه بأبنائكم لهذا الوطن، مش هننسى. والنسيان هنا مش اعترافا بس بفضلكم وبفضل أبنائكم اللي استشهدوا، لا، الفضل هنا بان احنا هيكون ثمن هذه الشهاده وهذه التضحيه هو بناء مصر القويه الجديده. هو ده اللي انا بس عايز اكده معاكم عشان تبقوا عارفين ان الثمن للدفع ده هو ثمن كبير صحيح ولا يعوض صحيح، لكن عزاءكم فيه ان هو ثمن لبلد فيها 100 مليون، الميت مليون دول يعيشوا إن شاء الله في أمان وسلام واستقرار وتقدم.